عم بيكون في عندي ورقة أمل كبير أو شي عم تسمعوه عم بفرحكم. الصديقات يمكن تجيكم فرصة من خلال الأصدقاء، مثلا إنها تحكي أو يحكي واحد من الأصدقاء إلك عن شخص بده يرتبط فيك، أو عم يلعب دور الأصدقاء في الموضوع أو المعارف. ممكن هذا الشخص يكون جديد ما تعرفه من قبل، عم تجمعكم صدفة أو من هذا النوع. لا، عم بشوف بشاير خير وأشياء حلوة كتير من بعد انتظار. في أكثر من فرصة ممكن تبين بالشهر، رح تستقر على شخص واحد، خلص رح يدخل مخك من أول مرة، وهو رح يكون المشاعر متبادلة بيناتكم. فورق حلو للعزاب. خلينا نشوف المتزوجين والمرتبطين. أول شي المتزوجين، خلينا نشوف من برج السرطان كيف الوضع بناتهم. في شوية مشاحنات، اللي هي بناتكم ما عم يتدخل حدا تاني، ما في علاقة ثلاثية أو كانت في الماضي، وفي طريقها إلى الزوال. أنت أو الطرف الثاني، القراءة ممكن تكون عكسية، لكن اللي هي مشاحنات مش كبيرة. الطرف الثاني عم بيخطط لموضوع مش ضدك، بس في طرف تاني ما عم يكون مبسوط لهاي العلاقة انها تستمر، عم بيحاول في تخريب الموضوع، لكن ما اظن انها علاقة ثلاثية للمتزوجين. بالنسبة للمرتبطين اللي مش متزوجين، كانت عندك رغبة في الابتعاد عن الشخص اللي انت معه، انك خلاص تترك كل شيء وتمشي، ما بدك هاي العلاقة، لكن سرعان ما بتتغير. بالنسبة للأزواج، نسيت، في فرصة للحمل، لكن مش فرصة كبيرة. ممكن أنت تكون عم تشتغل على هذا الموضوع أو عم تستناه، عم تروح على الدكتور أو دكاترة، لكن ما في، أنا ما عم بشوف مانع للحمل، في احتمال لكن مش كتير قوي للبعض منكم. بنرجع للمرتبطين اللي مش متزوجين، عم بشوف العلاقة بتروح بالطريق الصحيح، عم بتحاولوا توزنوا الأمور وتفكروا أكتر بنمو العلاقة، خاصة الطرف الثاني رح كتير يفكر من ناحية مادية ومن ناحية عاطفية ومن ناحية علشان يصفي كل الأمور ويصير هذا الارتباط. إذا في فرصة كبيرة للارتباط، ممكن يكون في رفاهية بعد الارتباط، ممكن تعيش برفاهية معينة. مبينة عندي إنه في فلوس بالموضوع، وكأنه في وفرة مالية عم بتكون بعد الزواج من طرفك أو من طرف الشريك. خلينا نشوف للمنفصلين اللي نفسيتهم تعبانة إلها فترة، ما عم يطلعوا من طاقة الزعل والتعب. خلينا نشوف أكتر شي للمنفصلين إيش مستنيهم. عم بشوفك أنت كتير متوازن غير لما أول ما انفصلت، يعني في نوع من التوازن، وكأنك نجحت في إنك تطلع من الطاقة السلبية اللي كانت متواجدة عندك. كنت تفكر بإيجابية نحو الانفصال،
وكأنك كنت تتخيل الأمور، وهاي شغلة كتير حلوة، تتخيل الأمور السلبية وكأنها إيجابية. كنت عم تتبنى الفكر الإيجابي أكثر، تتطلع على حسنات الموضوع أكثر من سيئاته. كنت تحارب كتير خلال العلاقة، لكن فيما بعد صار في خلص، بعت كل شيء ونسيت كل شيء، وخلص نويت على بداية جديدة عم تتطلع لقدام. وفي يعني في خروج من تعب، في تقدم. خلينا نشوف الطرف الآخر كيف عم بفكر. والله الطرف الآخر جاي وعم بيقدم لك شغلة معنوية كتير ترفع لك من معنوياتك، أو تخليك تقبل في الرجوع. هذا الشخص ممكن يكون اسمه ببلش بحرف الايه، ممكن مش يعني للبعض منكم، بس في شوية اللي هي غموض، راجع بغموض معين، وكأنك انت شاكك فيه او هو شاكك فيك. يعني رجوع، لا رجوع اكيد في رجوع، هو عم بفكر بانفعالية، انه انت كيف مطنشة وكيف عايش حياتك وكيف، وكأنك عم بتبين له، او انت في حقيقة الامر في الواقع انت عم تطلع من التفكير فيه، ولكن هو عم بفكر فيك بطريقة كتير حلوة. عم بيكون في شغف وحنين من طرفه. طيب في رجوع ولا لا؟ ممكن يكون في فرصة للرجوع، لكن عم ببين عندي في طرف ثالث لكنه بعيد عن قلب الشريك، وكأن الشريك بقارن بيناتكم، بشوفك انت اللي هو بحاجتك مش الشخص الثاني، وكأنه لا يعني ما بيقدم له اشي هداك الطرف الثالث، فعم يكون متشبث في التفكير فيك. الطاقات عم بتكون شوي مائية، ممكن برج أسد، ممكن برج ناري. عم بشوفه من بعد مكان لا، وما عم يتخذ قرار معين خاص بعلاقتكم، عم بفوت مفترق طرق ويقرر انه خلص يرجع، لانه شايف هذا الكرت لمصلحتك انت. فممكن يكون في رجوع في شهر تموز. هو كمان يعني كان في القديم بيفكر في البعد جديا، لكن سرعان ما عرف قيمتك، وعم ببين كمان هون ناري البرج أو هوائي، أو ممكن برج سرطان، أو ممكن ميزان. بس عم بشوفه يعني بيقاتل عشانك، ممكن ما يقاتل أشخاص، ممكن يقاتل صراع بينه وبين نفسه، لكن الأمور عم بتروح لصالحك، عم بيصير اللي بدك إياه بالتفاصيل. في شغلات أنت كنت طالبها في العلاقة، عم بتحسها عم تتحقق بالفترة الجاي، وأكنها العلاقة راح تتزبط زي ما أنت كنت ناويها، لكن أنت حكيم في هاي الفترة، حتى بعد الرجوع راح تكون حكيم كتير. في فرصة إذن للرجوع، فرصة كبيرة لبرج العذراء إذن. وهون بين برضه ترابي البرج، ممكن تكون اللي تتعامل معه كمان. هو عم بتحلى بالفترة الجاي بحكمة، من بعد ما كان اللي هو لعبي ومش عارف شو بده، وساعة ساعة لا، عم بيكون كتير حكيم.
وعم يملك مفتاح قلبك هو. انت متعلق فيه كتير، هو متعلق فيك كتير، وحتفوزوا ببعض بالفترة الجاي. ممكن تكون بالأسبوع الثاني أو الثالث، بس في رجوع وفي انتصار كبير، وكأنك عم تكسب قلبه بطريقة اللي هي ما كنت انت تتوقعها أبدا. شايفتك على مفترق طرق، يعني على قرار مصيري، لكن عم بيكون في سند لك في هذا الموضوع، وكأنك عم تستشير شخص عم بيكون عم يعطيك القوة لحتى تكمل في هاي العلاقة. عم تستعد، عم تكون مستعد للارتباط الرسمي، أو الطرف الآخر ممكن يكون هيك. في وفرة مالية أنا شايفيتها كمان لبرج العذراء، رح تيجي عن طريق مثلا أشخاص. هاي الوفرة ممكن تكون الأهل، أهل الشريك، رح يساعدوا كتير في الموضوع لحتى تتم خطوة الارتباط. إذن رجوع، وفي فرصة كبيرة للارتباط للمنفصلين من برج العذراء. خلينا نشوف نصائح الكون أو الطاقة الكونية لبرج العذراء. إن شاء الله نستفيد من هاي النصائح، أو على الأقل يعني تقدير توجهنا في موضوع معين. عم بحكي لك إنه بكفيك تحمل مسؤوليات، عم تتحمل مسؤوليات، حتى مسؤوليات غيرك. حتى لو كنت مع الشريك عم تتحمل مسؤوليات أكتر منه، أو تتبنى مسؤولياته. فبحكي لك خف شوي، يعني ما تاخد كل إشي، أو حتى على صعيد العمل ما تخلي كل المهمات إنه أنت بدك بإيدك تشتغلها. شغل اللي عندك، أو حتى يعني الزملاء ممكن تستعين فيهم لحتى يساعدوك في هاي المواضيع. انت مش كل اشي عليك يعني بدك تعمله. لا تتحمل اكتر من طاقتك. بيقولك اعطي حق لنفسك، ارتاح شوي، حتى ارتاح من التفكير، لانه راح يجيب لك نتائج كتير حلوة. خلي طاقتك ايجابية، في تقدم ببشرك فيه. في قوة بالموضوع، وكأنه القوة الداخلية بحكي لك طلع القوة الكامنة الموجودة عندك في الداخل. ارجع لنفسك شوي، ما تلتهي بالتانين، أو علي من روحانياتك لحتى توصل للطاقة اللي موجودة في داخلك. استعين بنفسك وبالإلهام اللي بيعطيك إياه الكون، الإلهام اللي بيجي من رب العالمين. نحاول نزيد من روحانياتنا لحتى نوصل لهاي المرحلة، ونكون يعني أكثر عنا بصيرة وأكثر حكمة. فهو بيحكي لك كون حكيم، واعرف كيف تدير الأمور لحتى تخفف عن نفسك. بيحكي لك ما تدخل كمان في مشاجرات ما بتستفيد منها أبدا، إلا تضييع الوقت. ولو إنك تعمل حالك مش شايفها، اطلع من هاي الطاقة. أي مشاحنات كانت في العلاقات العاطفية أو في العمل، شوف يعني تخيل حالك مش شايفها. ما تشغل حالك كتير في هاي الأمور، برضو نفس الورق عم يتكرر. بحكي لك إذا استعنت بطاقتك الداخلية ممكن يصير في تغيير كبير من حولك. إذا التغيير نابع من نفسك،
إذا أنت ما غيرت اللي جواتك بيقول لك صعب إنه تحصل على نتائج أو يصير تغيير اللي أنت ناوي عليه. فخلي طاقتك لإلك، ما تعطيها للتانيين، وتفرقها بالتفكير بالآخرين.